والله بالضبط هما داخلين الحجرات الملابس الملاعبيه. سي غازي عبد الرزاق داخل الفيستير قال ولاو رجال صفاقسيه، معناتها وحاضر رئيس منطقه بتاع المدينه واضحه قدامه معناتها الكلمه. قلت له عيب عليك هذا تحكي فيه وكلام ما يصيرش، هذا عمل هكا طاح فيا دونك ضربني بونيه وضربني بالكرامبون بتاعه وديجا مش قدم فيه قضيه عدليه ومالوريزمون انه وصلنا في سبور وصلنا للمستوى هذا، معناتها انا نشوف مش مستوى نتاع ملاعبيه، هذا مستوى نتاع ستايل في الشارع، معناتها مش مستوى نتاع ملاعبيه معناتها مالوريزمون. اذا نحكيو على المقابله يعني شنو اللي صار، علاش المقابله تم يعني تاخيرها بساعه كامله؟ والله بالنسبه للمقابله تاخير المقابله هو صار احنا صار اجتماع في الولايه مع السيد الوالي وتفاهمنا وحاضر فيها الكاتب العام تاع نجم الرياضي الساحلي وقررنا باش يحضروا ثلاثه اداريين سي رضا شرف الدين الكاتب العام ورئيس فرع كره القدم. دونك تفاهمنا على هكايا اليوم جاو معاه تقريبا ثمانيه ولا تسعه اداريين. دونك قلنا له راهو ثلاثه برك باش يدخلوا، هما رفضوا الملاعبيه باش يدخلوا على الاول وحبوا يعملوا معناتها امبرسيون علينا. دونك وهذا ما يتمشاش مع القانون، فالاخر تفضلت المشكله ودخلوا الملاعبيه وما